السلام عليكم. وصلت على غراض من أمازون، فأمازون انطاني اقتراح إما ترسل لي للبيت، وأنا خفت ترسل البيت لأنه راح تجي في وقت ما أكون موجود بالبيت، أو أنه ممكن يبعثها على صندوق اسمه صناديق بريد خاصة بأمازون. فهذه الصناديق بعثولي بيها إيميل وبي كود وبي باركود، كود من أرقام وباركود عبارة عن خطوط. راح نسوي لها سكان وأشوفكم الطريقة اللي متبعتها أمازون حتى للي يريد البضاعة ما توصل على البيت. مثل ما نشوف هنا أنا يقول لك دخل الكود، راح نسوي سكان للكود، راح ندخل الرقم أول. كود اكسبتد، شوفوا انفتحت، نستلم الطرد اللي جانا، نسدد خلاص وصل الطرد واستلمناها. ما يحتاج بعد يوصلني للبيت، استلمته هنا اوتوماتيكيا.